والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وارزقنا جميعًا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم في طاعة الله، هكذا العنوان. وكالعادة حقيق بنا أن نستفيد من هذا العنوان، فتسمعون من السادة الخطباء والوعاظ حديثا في الدروس في وسائل الإعلام إلى آخره متصلا عن الطاعة، فأردت اليوم أن أقبس شهابا من هذا العنوان حتى أسأل هذا السؤال. ما هو السؤال؟ من هو الطائع الحقيقي؟ ذاك أن كثيرا من الناس يقول ما بالنا نحن المصلين، منصوب على الاختصاص، ما بالنا نحن رواد المساجد، ما بالنا نحن الملتزمين الحق والحقيقة وطريق الفضيلة، ما بالنا نقع في إشكاليات، ما بالنا لا نرى التفوق والتفرد، ألسنا طائعين؟ بلى. هذا السؤال منشأه تصور خاطئ عن الطاعة، لأنك لو خرجت الآن من المسجد بعد صلاة الجمعة ورأيت ورقة في الطريق، ورقة في الطريق في طريق الناس، شوكة فنحيتها جانبا أو وضعتها في مكانها المخصص، أنت طائع. لماذا أيها الإخوة ضربت هذا المثال؟ حتى أقول لك إن هذه أو إن إزاحة هذا الأذى من الطريق له علاقة بدين سيدنا محمد، له علاقة بطاعتك، لأقول لك إن الطاعة منظومة متكاملة. قد تشتري، أضرب مثالا، تلفازا رائيا كما عربه مجمع العربية، قد تشتري رائيا تلفازا فتصبح ب2000 $3000 إلى آخره، قل ما شئت، كل على حسب استطاعته. الصورة صارت غير واضحة، الصورة في هذا الجهاز الذي اشتريته بالآلاف أصبحت مشوشة، يحتاج إلى قطعة صغيرة ثمنها لا يتجاوز نصف دولار مثال. هذه القطعة الصغيرة هي التي توصلك إلى النتيجة التي تريدها، صورة واضحة، وظيفة كاملة لهذا الجهاز. كذلكم أيها الإخوة الأكارم، هناك فهم خاطئ لمعنى الطاعة عند الناس. لابد أن تكون ناجحا في علاقتك مع الله ومع صحتك ومع عملك ومع زوجك حتى تكون طائعا حقيقيا. قد تقول ما علاقة الطاعة الله عز وجل بالصحة بالعمل بالزوجة، ما علاقة هذا؟ أقول إن العلاقة أكيدة، ذاك أن الطائع الحقيقي هو الذي ينجح في هذه الأمور المترابطة. كما ذكرت لكم قبل قليل، أحيانا معمل كلف ملايين الدولارات يحتاج إلى فيوزات بين قوسين، إلى أسلاك تكلف مئات الدولارات حتى يعمل بشكل صحيح. كذلكم الطائع الحقيقي لا يمكن أن يكون طائعا حقيقيا حتى ينجح في هذه المنظومة.
قد تخرج الآن من المسجد تذهب إلى البيت، قامت مشكلة بينك وبين زوجك لسبب ما، قالت ستترك البيت، ستترك الأولاد، أصابك الحنق، آويت إلى فراشك وأنت كاسف البال، أثر هذا على صحتك، ذهبت إلى العمل لم تؤدي العمل ذهبت متأخرا، صارت مشكلة بينك وبين المدير إلى آخره، فانعكس هذا كله على علاقتك مع الله. فلا بد أن تنجح في أربعة أمور. أولا حتى تكون طائعا حقيقيا، أن تنجح في طاعة الله، العلاقة مع الله، أن تنجح في العلاقة مع الله. ثانيا أن تنجح في العلاقة مع صحتك. ثالثا أن تنجح في العلاقة مع عملك. رابعا أن تنجح في العلاقة مع زوجك. هذا ملخص، وأبدأ بالتفصيل، وإن وصلت إلى 20 دقيقة أتابع في درس السؤال والجواب. كيف تنجح في الطاعة مع العلاقة مع الله عز وجل؟ بشكل سريع، أولا لا بد أن تكون علاقتك مع الله مبنية على الإخلاص، يعني صلاتك، صيامك، زكاتك، أموالك، حركاتك، سكناتك، كلها ينبغي أن تكون لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. فإن عشت هذه الحالة لا تأسى على شيء ولا تحزن على شيء بعد ذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. ألا لله الدين الخالص، الإخلاص. ولا أريد أن أفصل في هذا تفصيلا حتى أنتقل إلى النقطة الثانية. ثانيا حتى تنجح في طاعتك مع الله عز وجل، العلاقة مع الله، ينبغي أن تسأل أهل العلم حتى تدفع الشبهات التي تقفز في ذهنك، وما أكثرها في زماننا. تشكيك بالسنة، تشكيك بالقرآن الكريم، تشكيك بالغيب، تشكيك بالملائكة، تشكيك برحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشكيك بالإسلام من خلال سلوك أدعياء الإسلام. شبهات، كيف لي أن أنقي نفسي أن أسأل أهل الذكر؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل أهل الذكر أيها الإخوة ولا أخجل. لا، قال بعض السلف: لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر. لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر. إذن حتى أنجح في العلاقة، حتى أكون طائعا حقيقيا، لا بد أن أنجح في العلاقة مع الله عز وجل. كيف أنجح؟ أن تكون طاعتي لله الإخلاص. ثانيا أن أسأل أهل العلم لأدفع الشبهات. ثالثا ينبغي علي أن أفرغ الشهوات التي أودعها الله عز وجل في المكان الذي يرضى عنه رب السماوات. يعني كلنا يعلم أن الله عز وجل خلق في الإنسان دوافع، خلق فيه دافع الجوع، دافع العطش، دافع الاجتماع، لذلك كان السجن عقوبة، دافع الجنس. طلب منك أن تفرغ هذه الدوافع فيما يرضي رب السماوات والأرض. إذن أول شيء فيما يتعلق في النجاح في الطاعة مع الله، أولا الإخلاص، ثانيا أن تسأل أهل العلم لتتوقى الشبهات، طبعا كل فقرة لها شرح طويل، ثالثا أن تفرغ الشهوات حيث يرضى رب السماوات، رابعا ينبغي عليك أن تنقي نفسك من الأوهام. الأوهام، هذه الأمور ينبغي عليك أن تنقي نفسك. كيف؟ بالعلم، بالعلم، بالعلم أيها الإخوة. إذن أول شيء أن تنجح في الطاعة مع الله من خلال هذه المنظومة بشكل سريع. ثم ثانيا أن تنجح وأن تكون طائعا لله عز وجل طاعة حقيقية من خلال نجاحك في صحتك. أيها الإخوة الأكارم، الله عز وجل لما ذكر لنا وصفا لأحد الصالحين قال: اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده، في سورة البقرة، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.
ينبغي عليك أن تهتم بصحتك، لأن الذي لا يكون صحيحا لا يكون في جسد صحيح لا يتمتع بالعلاقة مع الله عز وجل. لذلك سيدنا علي يقول إن أعظم البلاء، أعظم البلاء الفاقة، يعني الفقر، وإن أعظم من الفاقة مرض البدن، وإن أعظم من مرض البدن مرض القلب. يعني سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه جعل بعد الفقر، أو جعل أعظم من الفقر المرض. فينبغي عليك أن تهتم بصحتك. وقد تقول ما علاقة الدين بهذه المسألة؟ العلاقة واضحة وأكيدة. كيف لك أن تنجح في علاقتك في صح في الطاعة مع الله عز وجل من خلال صحتك؟ من خلال أمور. أولها أيها الإخوة الأكارم، أولها الوقاية، في شيء يسميه سادة الأطباء الطب الوقائي. يعني قبل أن يصل المرض إليك ينبغي أن تكون في حرز، في حصن حصين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 1400 سنة قال: من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه. هل رأيتم أحدا يأكل التراب؟ طبعا لا. المقصود هنا من يأكل مثلا فاكهة ملوثة. من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه. والعرب كانت تقول: عشر ما يأكله الناس يكفي لبقائهم أحياء، عشر ما يأكله الناس يكفي لبقائهم أحياء، وتسعة الأعشار يكفي لجعل الأطباء أطباء. ويعرف هذا السادة الأطباء أن أكثر مشكلات في عالمنا أكثرها القضم والهضم، يعني طبيب الأذن والأنف والحنجرة يعني زبائن قليلون، أما الهضمية اللهم عافي الجميع. طبعا أنا لا أتحدث عن الزبائن، أنا أتحدث عن الوقاية، عن الوقاية. لا تأكل كثيرا، اهتم بالنظافة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على مستوى القضايا قد تبدو صغيرة لا يهتم بها أحد، تقول الناس وصلت إلى القمر وتتحدثون عن النظافة، ما المانع أن يصل إلى القمر وهو نظيف؟ يعني ما هي المشكلة؟ لا تأكل كثيرا، اهتم بالنظافة. سئل بعض الصالحين: لو أردت أن تلخص لنا الإسلام بما كلمة واحدة، بماذا تلخص الإسلام؟ لخص الإسلام بكلمة واحدة، ما هي؟ قال: الإسلام النظافة، نظافة في الفكر، نظافة في العقل، نظافة في الجسم، نظافة في العلاقات الاجتماعية، نظافة في المال، نظافة في كل شيء، نظافة في العواطف. كلمة واحدة: النظافة. إذن تنجح في الطاعة من خلال العناية بصحتك، من خلال أولا الوقاية، ثانيا لا تأكل كثيرا، ثالثا قيل لسيدنا عمر رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله: عظنا يا أمير المؤمنين. قال: إياكم وكثرة الدواء، لأن مثل الدواء كمثل الصابون، ينقي الثوب لكن يخليه، يعني الثوب إذا غسلته يصبح نظيفا لكنه يهترئ مع الزمن، أليس كذلك؟ قال: ينقيه لكنه يخليه. وسيدنا علي قال: إذا استطعت أن تجتنب، يعني أصلا لا تمرض. بعض الناس يقول: لك ما في مشكلة أن أخذ الدواء وكذا أذهب أتقحم الأماكن التي فيها أوبئة، هذا خطأ. سيدنا علي يقول: الدواء سهم تطلقه في معدة في فمك، لا تدري أصاب داء أم لم يصب، أنت لا تعرف. ثالثا ينبغي عليك أن تكون على يقين، أولا الوقاية، ثانيا العناية أن تأخذ الدواء لكن بقدر، ثالثا الهداية. ما معنى الهداية؟ أن تكون على يقين أنه ما من داء إلا وأنزل له دواء، مستحيل. قال عليه الصلاة والسلام: علمه من علم وجهله من جهل، أليس كذلك؟ وعندما تذهبون إلى المعارض الطبية ترون صورا في القرن الثامن قبل ذلك، قبل كيف كانوا مثلا يتعاملون مع ألم الكلى أو يتعاملون مع الآلام، كيف كانوا أحيانا يشقون جسم الإنسان بأشياء غريبة عجيبة. علمه من علم وجهله من جهل. كل يوم قال تعالى: ويخلق ما لا تعلمون.
فينبغي على الإنسان إذا أراد أن يتعامل وأن يكون مطيعا حقيقيا، أولا من خلال صحته، أولا الوقاية، ثانيا العناية، يعني يأخذ الدواء. بعض الناس يقول لك يعني نقرأ القرآن، القرآن بركة وعلى العين وعلى الرأس. قال تعالى وننزل من القرآن، من القرآن، ما قال تعالى وننزل القرآن، من أحيانا من القرآن شفاء، من القرآن، من للتبعيض. هنا تذهب إلى الطبيب وتأخذ وتجري الفحوصات وتأخذ الأدوية بعد أن يعجز ويعجز، وكلاهما صحيح، الطب، تقرأ القرآن رجاء البركة من الله عز وجل واليقين. لكن ينبغي أن تكون صاحب يقين، عندك عقيدة. قرأت مرة بحثا لأحد الأطباء الروس أن كلمة آه في الألم، هذه الألم الوجع ينتقل من سطح الجسم إلى النخاع الشوكي إلى قشرة الدماغ، هذه المسافة فيها بوابات، هذه البوابات على حسب قوتك النفسية، على حسب قوتك النفسية تفتح هذه. بعض الناس إذا أصيب بالزكام مباشرة تشعر أن القيامة قامت ولم تقعد، بعض سبحان الله هناك متماسكون. المهم طاعة الله عز وجل، إذا أردت أن تكون طائعا حقيقيا أن تنجح في طاعتك في علاقتك مع الله عز وجل، ثانيا في صحتك أن تنجح في العلاقة مع الصحة من خلال الوقاية، العناية، الهداية، رابعا العلاقة مع، أو ثالثا أن تنجح في العلاقة مع زوجك أو عملك، عفوا قبل أن أصل إلى الزوجة، العمل تنجح فيه من خلال أمور، أن تعتقد أنك لم تخرج من البيت من أجل الارتزاق فقط، وإنما خرجت من أجل الارتقاء أمام رب السماوات، بمعنى أنك ذهبت في عبادة، ذهبت إلى عملك حتى تعف أهلك. وطلب الحلال فريضة بعد فريضة، يعني الإنسان إذا خرج حتى يعف أهله عن السؤال فهو في عبادة. قال تعالى في سورة الزمر، عفوا المزمل، والذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله والذين يقاتلون في سبيل الله. فقدم الذين يخرجون على أقواتهم وعلى أرزاقهم على المجاهدين في سبيل الله في القرآن الكريم في الذكر لا في المرتبة. ومن أمسى أو أصبح كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. إذا عندما تعيش هذه الثقافة تكون طائعا في عملك. ثانيا أن تعتقد جازما ليس من أجل أن تأتي بالمال فقط، وإنما من أجل أن تساعد الفقراء. يعني أن أعرف أناسا منذ أن كانوا صغارا يفكر، يقول يا رب ارزقني حتى أبني مساجد، حتى أساعد الناس، حتى أصل الأرحام، حتى أساعد أستاذي كان في الابتدائي فقير أريد كذا. هذه الثقافة تدل على إيمان، على قلب طيب، فتقول أنا أذهب إلى العمل من أجل أولا ماذا؟ العبادة، أنا في عبادة. ثانيا من أجل أن أساعد الفقراء وأن أصل الأرحام. ثالثا حتى أكون أنموذجا مشرفا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مؤمن متقن. قال تعالى وأحسنوا، يعني أتقنوا، إن الله يحب المحسنين، يحب المتقنين، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إتقان، أن تكون متقنا لعملك. هذا بشكل سريع. رابعا أسباب النجاح في الطاعة حتى لا أطيل، أن تنجح بعلاقتك مع زوجك من خلال أمور. أولا النفقة، بعض الناس تجده حاتم الطائي أمام الناس، رجل حاتم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني ما شاء الله الولائم، شيء عجيب. زوجه في البيت تستجدي منه ثمن الطعام، بئس الرجل ولو أنفق ما أنفق. هذا ليس كلامي بل كلامه، بل حرف عطف، ليس كلامي خبر لليس، ليس كلامي بل كلامه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم درهم أنفقته على مسكين ودرهم أنفقته في سبيل الله، لاحظوا إخواني، مسكين وفي سبيل الله،
ودرهم أنفقته على أهلك خيرها وأحبها إلى الله الذي أنفقته على أهلك. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لمن؟ لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ابدأ بزوجك، بأولادك، بأخواتك، بإخوانك، أكرمهم، ساعدهم، ثم ابدأ. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهناك مقولة ليست حديثا ولا قرآنا: الأقربون أولى بالمعروف، معناها صحيح، لكن الآية تقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. تنجح بالعلاقة من خلال النفقة الطيبة على الزوجة. إذا كان الرجل بخيلا أيها الإخوة الأكارم على الزوجة، قد ترحل المرأة بمشاعرها خارج البيت، يكون بخيلا بالمشاعر، يكون بخيلا بالنفقة، فترحل بمشاعرها خارج البيت، وهذه كارثة. ولا أريد أن أستطرد في هذه النقطة، أنتم تفهمون المعنى. وهناك مثل عند الصينيين يقولون: إن الزوجة إن لم يعطيها زوجها المال ستجد من يعطيها المال. ولا يحتاج الكلام إلى مثل عند الصينيين، لأن هذا الكلام ينسحب عن جميع شعوب العالم، لكن مثل قرأته. ثانيا، لا يوجد في العلاقة بين الزوج والزوجة بروتوكولات كما يقال، يعني لا يوجد، يعني تقول: أنا شيخ الإسلام، أنا كذا، عندي مريدون وعندي تلامذة وكذا، من هذه حتى تكلمني؟ أو بعض يقول: أنا عندي آلاف الموظفين، عندي كذا وتحت يدي كذا، من هذه حتى تكلمني؟ هذا كلام فارغ. سيدنا رسول الله وهو رسول الله، اللهم صل عليه، كان في مهنة أهله، كان صلى الله عليه وسلم يمازح أهله، بل كان يحتكم إلى الصحابة حتى يفضوا المنازعات بينه وبين أهله. ما قال: أنا رسول الله. أرأيتم أيها الإخوة، يعني المباسطة. ثالثا، في العلاقة مع الزوجة أن تكون منصفا، أن تكون منصفا لها ولأهلها. يعني كيف تطالب الزوجة أن تكون طيبة مع أهلك، مع أمك، مع أبيك، وأنت تأمر أولادك بقطيعة أخوالهم؟ هذا لا، يعني ما ينبغي أن يكون في البيت. الإحسان أيها الإخوة يقطع اللسان. الله قال هذا في القرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن، ما قال بالحسنى، أحسن. لماذا؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما رجل طيلة اليوم يعاير زوجه أو الزوجة أيضا. لذلك ذكرت لكم في السبب الثاني في النجاح الطاعة، ينبغي على الإنسان أن لا يقول: أنا فلان أو هي فلان وبنت فلان. لا عورة بين الزوجين. هذا موجز بشكل سريع، أتابع التفاصيل في درس سؤالي وجواب. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة للإجابة على أسئلتكم الفقهية، وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم، وسألوا ربكم حوائجكم، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا رب بارك لنا فيما رزقتنا، يا رب بارك لنا فيما أعطيتنا، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عن من سواك، برحمتك يا رب العالمين. اختم لنا هذا العام بطاعة، واجعل العام القادم عام خير وأمان وسلم وسلام وطاعة، حتى نلقاك وأنت راض عنا، برحمتك يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. وفق رئيس الدولة شيخ خليفة بن زايد ونائبه شيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء،
وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.